مشكل النقل الحضري اللي تتعرفوا مدينة القنيطرة ومشكل في الحقيقة عويص تهم واحد المرفق اللي عنده واحد الأولوية كبرى بالنسبة للساكنة ديال مدينة القنيطرة والنواحي ديالها. هو في الحقيقة المشكل اللي استفحل ديال النقل الحضري بالقنيطرة في أواخر 2019، الجذور ديالو جاية من بضع سنوات في الحقيقة. يمكن من الأول بان بأن الشركة ما كان عندها إشكال مع المجلس الجماعي ديال القنيطرة وواحد العدد ديال الالتزامات ديالها اللي ما قدرتش توفى بها، بحال الأسطول، عدد الحافلات، بحال تغطية جميع الخطوط. فهذه إشكالات اللي اصطدموا فيها مع المجلس الجماعي ديال القنيطرة، ولكن بقات الامور تتداول وتم يعني حسب ما وصل العلمي انه التغييرات على دفتر التحملات، ولكن الاشكال زاد في تفاقم لدرجه اننا في السنوات ولا الشهور الاخيره ولينا تنشوفوا واحد الاسطول لا يشرف لا المدينه ولا البلاد ديالنا اللي هو المغرب، اللي الحمد لله حنايا على الصعيد الافريقي احنا الاولين درنا القطار فائق السرعه، بينما مدينه بحال مدينه القنيطره يكونوا فيها مثل هذيك الحافلات اللي ما كايناش حتى في ذوك الدول المتخلفه. فبالتالي كان اشكال حقيقي جدا. يبدو ان المخرج لحد الساعه ما كاينش ما بين جامعة القنيطرة مع 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 الشركة المعنية. يبدو كذلك أن ذاك التعاقد اللي خاصو يكون مبني على المصلحة المتبادلة فيما يعني الشأن العام، يعني الشركة تراعي المجلس وتراعي الساكنة والمجلس يراعي عاوتاني الشركة عاوتاني باش هي ما تكونش خاسرة. يبدو أن هذا الإشكال هذا ما لقاش له الحل وطول حتى وصلنا لهذه الأزمة هذه، واللي لا يبدو ان كاين حل في القريب، لا يبدو مع الاسف. مدينه القنيطره والسكنه ديال القنيطره في الحقيقه الله يكون في عوانهم في هذه الفتره وصافي. عندنا واحد الاعداد كبيره ديال الطلبه بالالاف اللي كانوا تيستعملوا هذه الوسيله ديال النقل بواحد الثمن اللي هو مدعم من طرف وزاره الداخليه، مع الاسف مشى لهم هذا الامتياز وغيبقاو تيعانيوا. مدينه القنيطره توسعت بزاف، كان خصها أسطول أكبر، كان خصها ظروف تنقل أحسن مع الأسف. كذلك العمال ديال الشركة تعانيوا، هما بالمئات، أكثر من 500 عائلة تتعاني في واحد الوضعية، وهي ربما في وضعية دابا مزرية، الله يكون في العوان ديالهم. أنا كيف قلت من الأول، كيف تيقولوا من الأول خرج 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 مايل، من الاول خرج مايل، يعني ربما حتى الانتغراسيون، يعني الادماج ديال هذوك العمال في هذه الشركه ديال الكرامه من بعد ما تمش بشي طريقه اللي هي شفافه وتتضمن الحقوق ديالهم، باش حتى هما يكونوا تيخدموا، راه تيخدموا الساكنه ديال القنيطره، خصهم يكونوا تيخدموا هما مرتاحين، ما وفرناش لهم هذه القضيه هذه. يعني لحسن الحظ ان عندنا سلطات الحمد لله اللي تتفاهم، وزاره الداخليه دخلت الحمد لله وانها نقدات الموقف الى جانب المجلس ديال مدينه القنيطره باش انهم يوفروا للساكنه ظروف ولا وسائل للتنقل هي مؤقته، واللي خاطر فيها هي كاينه بعد اولا التكلفه اللي طالعه، وثانيا راه بزاف اللي غنلقاهم تيتنقلوا بدون تامين. فبالتالي لو وقعوا حوادث لهذا لا قدر الله غادي يكونوا مشاكل. فنتمنوا من الله ان يجيب الله شي باب ديال الفرج. بطبيعه الحال هذا الموضوع ديال النقل طرحناه، وكان دائما الاجابه مع الاسف راه حنا تنديروا الدراسات، مع الاسف لا على مستوى الجامعه الحضريه ولا على مستوى الاقليم اللي سميتو وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، يعني منذ سنوات وهي تجري دراسات ديال التنقل باش تحدد الحاجيات ديال التنقل في الإقليم. يبدو أن هذه الدراسات ما بغاش تسالي، ويعني وشكون اللي في الأزمة؟ هو المواطن. مع الأسف ما كاينش إجراءات آنية قانونية ما كايناش، لأن الجماعة ديال القنيطرة عندها عقدة مع شركة الكرامة
الان هما ما قادرينش يجلسوا على طابل اللي يجلسوا على الطاوله ويتفاهموا، اما باش الشركه تلتزم داكشي اللي عندها في دفتر التحملات او لا باش تفسخ هذيك العقده والمجلس ديال القنيطره يشوف شركه جديده. لحد الان هما ما وصلوش لهاد ليطاب، فبالتالي الا بقات دابا الوضعيه المتشنجه، المجلس ديال القنيطره ما يقدرش يدخل دابا شركه جديده الا فسخ العقده مع الكرامه. الكرامه ما غاداش تفسخ العقده يعني بسهوله. وهنا الدور ديال وزاره الداخليه تحاول تهيا تحاول من جهتها لعل وعسى ان هذه المؤسسه هذه وخدمه للصالح العام باش نحافظوا على الامن ديال هذه المدينه، باش الصوره الزوينه ديال مدينه القنيطره اللي هي الحمد لله اقتصاديا راه هي في صعود، خصنا نحافظوا على هذه الصوره هذه، فباش ان هذه شركه الكرامه يلقاو شي صيغه ديال التفاهم مع المجلس القنيطره ويفسخوا العقده حبيا. اي لك سميتو وداك الساعات يعني المجلس القنيطره يقدر يمشي انه يعقد صفقه جديده مع شركه اخرى ويكون صارم في الشروط، لان اللي وصل القنيطره لهذا الشيء هو ان المجلس ما كانش صارم في البدايه. الشركه ملي ما التزمتش في الاول، ما جابش الاسطول كامل، ما جابش عدد الحافلات كامل، ما غطاتش الحافلات كاملين، داك الساعه الانذارات والفسخ. الان سنوات هما تيشتغلوا بلو مينيموم. حسب العلم ديالي دفتر التحملات تيتكلم على اكثر من 150 ولا 160 حافله اللي خصها تكون في مدينه القنيطره، مدينه القنيطره محتاجه اكثر. في حين ان الشركه كانت تتوظف اقل من 70 60 حافله اللي كانت تجوب مدينه القنيطره على قدها. الاف الساكنه، فبالتالي من الاول الشركه ما ملتزماش وكان خاص المجلس يفسخ معها من الاول، يثبت عليها هذه الامور ويدير لها الانذارات ويفسخ معها العقده. لا احنا كجماعه قرويه والجامعات القرويه المجاوره كلهم اللي تيحيطوا بمدينه القنيطره داروا اتفاقيات مع المجلس ديال القنيطره باش يديروا التمديد ديال ديك الخطوط، ديك الخطوط اللي كانت تتوصل غير المشارف ديال المدينه ولا تدخل شي شويه، لان هاد الساكنه المجاوره كلها تدخل يوميا لمدينه القنيطره وفيها الالاف ديال الطلبه بالخصوص، بزاف ديال الطلبه، بزاف ديال العمال اللي تيشتغلوا في مدينه القنيطره تيدخلوا. فهذه كانت هي سميتو. الان الحل اللي كاين في مدينه القنيطره كاين ممثل ديالو في النواحي، كاين الشركات اللي هما تيتعاونوا باش ينقلوا الناس لمدينه القنيطره. شكرا جزيلا على الاستضافه.